نون وياك والونة نخفيها ويا لحن الآه ونخاف عداك تتشمل وسكتنا بهضم الحملنا لجن دخلتنا للكوفة وبيها الحال من شفنا هيج بالقلب ناري ماضينا ماضينا اللي ذكرنا وقفت الثانية بمجلس يزيد وبينا يتشفى راسك بالطش تخلى منك يضرب الشفة. أي شعاع هذا الذي اخترق قلب عروس ما برحت تثني معرسها عن الذهاب للقتال مخافة أن تذبل أيامها كما تذبل في مخدعها الزهور؟ أي نداء هذا الذي بدل نبض القلب لينبض بحب آخر، حب الحسين؟ وأي لهفة للنصرة تلك التي نزلت بالروح الجزعة وأسكنتها هدوءا وطمأنينة؟ استغرب منها الرجل: ما بالك؟ قبل قليل كنت تمنعيني والآن تشجعيني. فقالت: يا وهب لا تلمني، فإن واعية الحسين قطعت نياط قلبي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ضيفتنا نثرت إحساسها الحسيني حروفاً من حب على سطور الولاية، فداعبت أهداب الريحان حتى تلألأت ألماً بأي ذنب قتلت، ثم تألقت في سيمياء الحلم. الأستاذة زهراء المتغوي من مملكة البحرين، شاعرة بحرينية أصدرت 3 دواوين شعرية ولها عدة مشاركات شعرية في المحافل الدينية، كما فازت بمسابقة شاعر الحسين عدة مرات في مملكة البحرين. الأستاذة زهراء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نرحب بك عزيزتي في برنامجنا رياحين. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. يطرق أسماع القلب كلمات نسبت إلى الإمام الحسين عندما قال: تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. نبدأ بهذه الكلمات ونتكلم: متى نشأ الشعر الحسيني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والتسليم على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلاة كثيرة دائمة إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كلي بمعنى الطف زورق دهشة، وفم الموانئ شهقة بمراح، وأنا الطيني وجد ذائب، أولا تذوب وجدها الأرواح؟ ترسو على عشق الحسين سفائني، إن الفؤاد بطبعه ملاح. لنرسو في سفينة الحسين عليه السلام، لأن سفينة الحسين أوسع، وسفينة الحسين أسرع، وسفينة الحسين أعظم وأرقى وأنبل. والشاعر كائن مخلوقي، كائن أسطوري عجيب، أيضا يرسو معنا في سفينة الحسين عليه السلام. رسى الشعر قبل معركة الطف وأثناء معركة الطف وبعد معركة الطف. قبل معركة الطف رسى أيضا على لسان الإمام الحسين نفسه، وهو الذي قال: لو كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. وأثناء المعركة كانت أراجيز كثيرة للإمام الحسين ولأبنائه ولأصحابه، وهو الذي قال: أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. وبعد المعركة أيضا
رثى الإمام الحسين عليه السلام آلاف الشعراء، آلاف الشعراء لا تقتصر على الشيعة فقط، الشيعة والسنة والمسيح والكثير، كل من آمن بثورة الحسين عليه السلام كتب شعرا في الإمام الحسين، منهم النجفي والأسدي والكويت والكثير مثل الشريف الرضا، ولا زال لهذه الآونة وما بقي الشعر وما بقينا الجميع سيكتب عن الإمام الحسين. أسماء كثيرة لمعت في سماء الشعر الحسيني. نعم. منذ سنوات طويلة وحتى منذ 14 قرن. هذا يجرنا إلى سؤال آخر، هو ما هي خصائص الأدب الحسيني أو الأدب العاشورائي؟ ما الذي يميز الشعر الحسيني عن سواه من الأشعار؟ الشاعر طبعا يقع في تحدي بين الكلمة الصادقة وبين الكلمة الحرة وبين الكلمة الصحيحة التي تعتمد على السند الصحيح والمتن الصحيح، بالإضافة إلى الصورة وجمالية الصورة. عندما أرى قصيدتين، قصيدة جامدة ليس فيها أي صورة أي إيحاء، هذه القصيدة قد لا تستهويني، ربما تكون صادقة وصحيحة ولكنها لا تلامس العاطفة التي بداخلي، تكون جامدة. فأنا أختار القصيدة على حسب المعايير، معايير الصدق ومعايير الثبات ومعايير الجمال ومعايير الإيحاء أيضا. ما هي الأبعاد التي عكستها واقعة الطف على الأدب الشيعي بالتحديد؟ كيف أثرت واقعة الطف في قلب الشاعر؟ معركة كربلاء تغلغلت في الوجدان الشيعي في جميع أبعاده، ليس فقط الشعر ولا الفن ولا المسرح ولا الأدب، كل شيء في حياتنا من الحسين. نحن نعيش ببركات الحسين، بنفحات الحسين، والشعراء أيضا يعيشون بهذه النفحات الحسينية. طبعا بالإضافة إلى أن احنا لنا منبرنا الخاص، المنبر الشيعي، وهو الاحتفالات والمآتم، وعاشوراء بحد ذاتها احتفالية كبيرة يقيمها جميع الشيعة. ما هي يعني الآن عاشوراء تحولت من فقط مناسبة وإحياء إلى مهرجان ثقافي كبير. حتى العجوز الصغير الطفل الكل يتغنى بأشعار الحسين عليه السلام، من المرد ومن الرثاء ومن العزايك، كلها تعكس مدى ارتباطنا بالحسين وبالشعر. سلام الله عليه. سلام. في واقعة الطف هناك مفردات جميلة استخدمت، ولا نجد أجمل من المفردات التي ظهرت على لسان المعصوم. برأيك هذه المفردات الجميلة كيف وظفها أدباء الطف في استحضار بعض المعاني الراقية لاستخدامها في القصائد الرثائية التي نشرت أو التي تتابعت على مدى العصور؟ طبعا هناك فترات وهناك مراحل، مر الشعر بمراحل قوة في العصر العباسي والعصر الأموي، ثم أخذ ينحدر شيئا فشيئا. طبعا كل عصر يحتاج إلى ألفاظ، يحتاج إلى إيحاءات، يحتاج إلى صور. لا أستطيع الآن أن أحضر قصيدة جاهلية إلى مستوى إعدادي أو مستوى ثانوي وأقول لهم هذه قصيدة في الدين الإسلامي أو أنها تبرز الدين الإسلامي. كل عصر وله مميزاته وله أساليبه. لكن هذا التطور، يعني التطور اللي حاصل في القصيدة، تطور يواكب العصر وشي طبيعي. صحيح. لكن نجد بعض الشعراء للأسف من باب التطوير تجاوز بعض حدود القدسية، فاستخدم بعض الألفاظ التي تتعدى حدود الأدب والتأدب مع الإمام المعصوم. بعض القصائد أيضا ممكن نسمعها نراها خالية من الحالة الإيمانية أو الحالة القدسية اللي مفترض تكون موجودة في القصائد اللي تكون مختصة في رثاء المعصوم. فما رأيك بهذه الظاهرة؟ وفي رأيك ما مدى مشروعية استخدام بعض هذه الألفاظ من الناحية الأدبية والتأدبية؟ طبعا الحسين حرم مقدس، كل من يدخل هذا الحرم يجب أن يتأدب، يجب أن يحمل سمات وخصائص، ويحمل هم كبير وهو هم الثورة، ويحمل أيضا خصائص الكرم والوفاء والإيثار، الأخلاق الحسينية. الأخلاق الحسينية. طبعا هناك البعض يقول أن الشعر الحداثي يجب أن لا يكون في الإمام الحسين. لقد أبدع الشعراء الحداثيون، أبدعوا في وصف الثورة الحسينية وفي إضفاء الصور والكنايات والاستعارات على الشعر الحسيني، أصبح مقبولا. الآن المراهقين المراهقات عندما تعطيهم قصيدة كلاسيكية قد لا يتذوقها، ولكن عندما تعطي تصوير جميل يمس هذا العصر فإنه يتذوقه. طبعا لا أميل إلى الكلمات مثل الخمر وهذه الأشياء، قد القداسة تؤثر فيها، ولكن
الأشياء المعقولة، الأشياء المتاحة. نحن نجد في دواوين الشعر كثير من القصائد التي كتبت من الشيعة الموالين، لكن الغريب أن نجد أن هناك من هم ليسوا على المذهب الشيعي، أو حتى قد لا يكونوا من يعني من المسلمين. صحيح. كتبوا شعرا في الحسين، فما السر وما الإلهام من عند الحسين اللي يلهم هؤلاء لكي يكتبوا في الحسين؟ لأن للحسين رسالة لم تبعث فقط للشيعة، هذه الرسالة للجميع، رسالة كل من عالمية. يؤمن بالثورة والإباء والتضحية والثورة على الظلم. بل. فالحسين هو رسالته وهو قدوته. طبعا لدينا الكثير الكثير من الشعراء الذين كتبوا في الإمام الحسين، مثل فاروق جويدة، هو شاعر سني مصري. ضاقت الدنيا عليك فخذ همومك في يديك وارحل إلى قبر الحسين، هناك صلي ركعتين. سلام الله. وهو طبعا سني، ولكنه أثرى المكتبة الحسينية بجميع القصائد الممتازة. طبعا قصائد كثيرة ممكن تحضرنا، وأبيات كثيرة ممكن تكون تربعت على عرش الذاكرة بسبب رقي كلماتها ورقي مفرداتها. الكلام في هذا المجال يطول، لكن أستأذنك في فاصل ونعود بعد ذلك. أعزائي المشاهدين، نعود بعد هذا الفاصل. نون وياك والونة نخفيها ويا لحن الآه، ونخاف عداك تتشمل وسكتنا بهضم اللي حملنا. نون وياك والونة نخفيها ويا لحن الآه، ونخاف عداك بهضم. عدنا معكم أعزائي في برنامج رياحين، وضيفتنا العزيزة الأستاذة زهراء المدغوي. في يوم عاشوراء وقف الإمام الحسين وحيدا غريبا على باب خيمته، ينادي في أصحابه: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من معين يعيننا؟ هذا النداء كأنه اخترق كل الأمكنة والأزمنة، حتى اخترق كل الأفئدة. أتخيل الإمام الحسين، إن جاز لي التعبير، مدينة كبيرة أبوابها كثيرة، وقد أذن لك أن تدخلي من باب الشعر، فهنيئا لك هذا الباب الذي دخلتيه وتربعت فيه على قلوب كثير من الناس الذين يتابعون قصائدك وأبياتك الشعرية في الحسين. فقط أريد أن تحدثيني بشكل موجز عن تجربتك الشعرية، متى بدأت وكيف وصلت إلى هذا المستوى؟ كنت أركيدة مغمضة العينين في سن 11 من عمري، ومنذ نعومة أظفاري وكنت أتابع الحلقات والمسلسلات وجميع الفعاليات التي تعرض في عاشوراء، وأشارك في المآتم الحسينية. بعد عودتي في ليلة العاشر كتبت أبياتا، ربما هي نظما أو قصيدة، أحسستها شيئا مغايرا، فأشرفت عليها إحدى معلماتي، معلمات اللغة العربية، وقالت: أنت شاعرة. في هذا الوقت ولدت مع الحسين، مع معركة الحسين ومع ثورة الحسين، ولدت هذه الموهبة التي أتمنى أن تظل إلى نهاية عمري مرتبطة بالحسين عليه السلام. بعد ذلك برزت الوسائل التكنولوجية والمتطورة في المنتديات والمواقع، والآن مع الواتساب والإنستغرام، هذا الشيء ساعدني كثيرا في أن أبرز موهبتي الشعرية وأن أنشرها على الجميع. نتوقف قبل أن نسأل سؤال آخر، نطالبك بأبيات شعرية إن شاء الله. القصيدة بعنوان زينبيات خجولة، من ديوان أهداب الريحان، وهي جزء من القصيدة. أحبك زينب لكنني لست أنسى بكاءك في حشرجات الطفوف، وكنت أراقب فيك الدموع على صهوة الصمت، تطفو وتدنو تودع دفء الأخوة صبرا، وكانت شموس الرحيل تسافر صوب الجنان وتلقي مفاتيحها في يديك وتستدرج القدر المستميت، وقد كنت تدرين كم يستحيل الإياب. أحبك زينب فواحرق الباه كيف تسيرين وسط الزحام إلى التل، صوت الفجيعة عار
وما ثم قلب تلوذ إليه الضلوع وتستصرخين العروبة والدين في القوم، لكن حيث الهباء يعج الخطاب تلوذين بالصبر مثل العواصف عند ارتحال الأحبة، ويح الفراق يكاد يقطع وجه النياط، يزعزع حلم الفراشات، يصحو مع الروع والبرد صوت اليتامى، يسافر في الليل بين الفراسخ مثل الحناجر أو كارتعاد النواقيس بالخوف والارتياب، فوا حر قلباه تلك الهموم، وأنت كما الطود يكسر رجع الأسى في ارتياع الأرامل في هذيان الشموع، وكانت عيونك ترقب أوجاع ليلى وتغمر رملة بالدفء وهي تهدهد مرثية للرباب. السلام على قلب زينب. كشاعرة تكتبين في الأدب الولائي، في الأدب العاشورائي بالخصوص، كيف تجمعين بين القيمة الجمالية للقصيدة وبين أهداف الثورة وإثارة المصيبة في القصيدة التي تكتبينها؟ كما أسلفت في السؤال السابق، الشاعر يقع في تحدي كبير بين الكلمة الصحيحة والروح، روح الشاعر المتمثلة في الصورة والإيحاء، وهذا ما أقع فيه تماما في كل قصيدة أكتبها. أسأل نفسي: ماذا أضفت يا زهراء لمكتبة الشعر الحسيني؟ هل كنت نسخة أخرى من شاعر آخر؟ إذا لا حاجة لنا بهذه القصيدة التي ولدت، اكتبي شيئا مغايرا، شيئا عندما يقرأه أو يستقبله المتلقي يشعر أنه مختلف، يهزه، يجعله في دهشة من هذه الكلمات، كيف أتت بها الشاعرة أو الشاعر؟ هذه القصائد المتميزة التي تولد بهذه الطريقة ويكون لها من الإبداع نصيب، لابد تحفر في الذاكرة لها مكانا وتستقر فيه. كامرأة كيف تجدين المرأة في الأدب العاشورائي؟ المرأة حظها ضعيف من كل شيء، وأيضا من الشعر العاشورائي. المرأة يجب أن يكون لها دور أكبر. لدينا موهوبات، لدينا شاعرات، ولكنهن يدفن أنفسهن في البيت والأشغال والوظيفة وإلى آخر، ليس فقط الشعراء، حتى الفنانات، حتى النحاتات، كل عندنا جميع المواهب الموجودة في الرجل موجودة أيضا في الأنثى. بالضبط. المرأة تشعر بزينب، تشعر برملة، تشعر بالرباب، إحساسها يختلف لأنها إحساسها مرأة. لديها عاطفة، يجب أن يكون لها الشعر أقوى من الموجود بالضبط. لدينا كيف تجدين أن زينب أو الأدب العاشورائي وقف بقوة في الإعلام الزينبي مقابل الإعلام اليزيدي وقلب الأمور لصالح الإعلام الحسيني؟ لا أستطيع أن أقول أن زينب شاعرة، زينب خطيبة بارعة. لا أقصد بأنها شاعرة، يعني الأدب العاشورائي، الأدب العاشورائي الزينبي. في الخطبة العصماء التي ألقتها السيدة زينب في مجلس يزيد، طبعا جميع النقاد والمحللون قالوا أن هذه الخطبة توازي خطبة الإمام علي الشقيقية وغيرها وخطبة فاطمة الزهراء. فالسيدة زينب طبعا لا أقول شعرا، ولكنما هو الأدب بصورة عامة. المرأة، البعض يقول أن سكينة بنت الحسين كانت تكتب أيضا شعرا وكانت أديبة كبيرة. المرأة متهمة بأنها تثير العاطفة أو تستثيرها العاطفة في كل المواقف. صحيح. لكن هل تجدين هذه الجملة صحيحة 100%؟ أم تجدين بأن زينب والإعلام الزينبي والإعلام النسوي والأدب النسوي إلى هذا اليوم خدم القضية؟ وليس فقط من في مجرد إثارة العاطفة، خدم القضية وأهداف القضية الحسينية. لا يوجد اختلاف ما بين خدمة القضية وإثارة العاطفة. العاطفة أصلا كانت منبع إلى أن القضية تنجح، وكانت دافع إليها، وكانت سند إليها. لولا العاطفة لما نجحت ثورة الإمام الحسين. أكيد. نبكي على الإمام الحسين فنستلهم الوفاء ونستلهم التضحية ونستلهم الإباء، لولا هذا البكاء وهذه الدموع المباركة لم نستطع أن نصل إلى ما وصلنا إليه الآن. أكيد بالطبع. صحيح. لا أريد أن أختم الحلقة هذا اليوم بدون أن نسمع قصيدة أخرى ونحلق معك إلى كربلاء مع الحسين. القصيدة أو جزء من قصيدة لماذا الحسين، القصيدة الفائزة في قناة الكوثر ملتقى الشعراء. لماذا الحسين؟ لماذا السماء؟ لماذا المجرات عند النوايا تصب حكاياتها كاللجين؟
وترفع سقف الوجود امتدادا ليتسع الكون لم يبقى متسع للعلو فينجذب الشك نحو اليقين قليلا قليلا ويجهش منا بكاء البكاء ويغتسل الحرف والأبجدية تمرق من بين بعديه غيما ليعرج من ذاته حين تحضن روح الأبوة قلب البراعم وهي تهندس من أدوات الغياب كهوف العناء. لماذا الحسين؟ لماذا هو الحي فينا وكل الجمادات من حولنا مومياء وأسطورة والحكايا البليدة منقوعة في الهراء وقد كان فينا الكثير وكل المماليك من خلفه فقراء. وما كان فينا الحسين غريبا ولكننا الغرباء وهمس الجموع نشاز وصوت الحسين نسيم رخاء نلوذ به حينما يعصف القحط واليأس والذل والانطفاء وحيث تعج خواطرنا بالغثاء فيهوي رذاذا يبلل وقع الهموم ويرفو المدى ويخصب زرعا وقمحا وسنبلة من أبات وينفح دنيا المتاهات بالمعجزات ونملأ منه جرار الأمان كما رقيت العاشقين. لماذا الحسين؟ لماذا الحسين؟ وحده الله يعلم كيف نرتبه في خلايا الضلوع. وحده الله يعلم أن الحسين صلاة تنازعنا بالخشوع. وحده الله يعلم أن الحسين وفيض الدماء بقاء البقاء بقاء البقاء. لك كل الشكر الأستاذة العزيزة زهراء المتغوي على هذا الأداء المتميز وعلى هذه الحلقة المتميزة. حلقنا معك مع أبيات الشعر إلى أرض الحسين، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارته في الدنيا وفي الآخرة شفاعته. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في هذه الحلقة بعنوان إن للحسين واعية. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج رياحين، نستودعكم الله. ونخاف عداك تتشمل وسكتنا بهضم اللي حملناه.